نروح لموضوع آخر. ومن يومين أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إطلاق مبادرة لا للغلطات الوريدية، ودي بتستهدف وضع إرشادات وقائية من مخاطر الغلطات الوريدية اللي بتكون حرجة جدا ممكن تسبب الوفاة لا قدر الله. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من دكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. في البدايه خلينا نعرف الساده المشاهدين ايه هي الغلطات الوارديه، ايه اعراضها، يعني ادينا بعض التفاصيل يا فندم. الغلطات اللي ممكن تحصل في جسم الانسان بتكون يا شريانيه يا وريديه. الشريانيه دي اللي بتعمل السكته الدماغيه، او زي اللي بتحصل في القلب وتعمل الازمه القلبيه. هي مش دي موضوع المبادره. موضوع المبادره الغلطات الوارديه، وهو مشكلة كبيرة عالمية. يمكن هقول لك حجمها بالأرقام دلوقتي، هي تصل إلى 10 مليون حالة سنويا في العالم، مش في مصر يعني، في العالم كله. منهم تقريبا ثلث الحالات دي بيتوفى، يعني تقريبا 3 مليون إنسان عالمي في العالم بيتوفوا سنويا كنتيجة لإصابتهم بمثل هذه الجلطات الوريدية. 60% من الحالات اللي بيجي لها جلطات وريدية بيحصل لهم المشكله دي في مستشفيات، مش في البيت، بتحصل لهم في مستشفيات. علشان كده احنا اطلقنا هذه المبادره. الجلطات الوارديه بتحصل في الاورده العميقه، وفي اغلب الاحيان بتكون الاورده العميقه في الطرفين السفليين، في الجزء السفلي من الجسم يعني. الرجلين يعني. ولما بيحصل انها ما بتتعالجش بشكل كويس، او اصلا المفروض تتمنع، المفروض ما تحصلش. ولو حصلت المفروض تكتشف بدري وتتعالج بشكل مناسب، والا بيبقى في نسبه خطوره عاليه ان الجلطه دي لو اتحركت مكانها وراحت للقلب تبدا تروح للرئه، وممكن تؤدي الى وفاه المريض المصاب بيها. علشان كده نسبه اللي هو الثلاثة مليون من العشرة مليون بيتوفوا، ده بسبب انها خطورتها عاليه جدا. طيب دكتور اسلام، يعني الشيء بالشيء يذكر، مع ظهور وباء كورونا في العالم الناس اتكلمت، والدكاترة المتخصصين قالوا انه من اعراض كورونا انه ممكن يسبب لبعض الناس جلطات. فهل الجلطات اللي بيسببها كورونا دي هل هي وريدية ولا شريانية؟ وهل هي داخلة المبادرة ولا لا؟ هل كورونا بتسبب جلطات وريدية ولا لا؟ كورونا، في بعض المرضى اللي اصيبوا بكورونا حصل فيهم جلطات وريدية، فهي بتزيد نسبة خطورة ان المرضى المصابين بكورونا يحصل لهم جلطات وريدية. علشان كده حصل ان استخدام الأدوية المضادة للتجلط زاد جدا في فترة الكورونا او كوفيد، الفترة اللي فاتت دي. ده حتى تم في كثير من الأحيان كان بيتم بشكل اللي هو ممكن نوصفه انه استخدام زائد، يعني حتى كانوا بيستخدم الناس في ناس كانت بتستخدم مضادات التجلط دي من نفسها بدون ارشادات طبيب كمان. هو ده خطوره بتزيد كمان مع كورونا، بتزيد في المرضى اللي بيدخلوا المستشفيات عشان يتلقوا رعايتهم. والمبادره بتاعتنا دي هي يعني بتاتي من اجل تعزيز جوده وسلامه وفعاليه الرعايه الطبيه للمريض المرضي. طيب هو المريض اللي بيدخل يتلقى رعايته في مستشفى او في منشاه طبيه، احنا عايزينه يدخل يتعالج، ياخد افضل العلاج ويخف ويطلع من غير مشاكل، مش يطلع واخد مشكله اكتر. زي ما وضحت لحضراتكم ان 60% من الحالات بيجي لهم دواء في المستشفى، المريض في المستشفى بنام في سريره، حركته قليله، بياخد ادويه، بيبقى كمان عنده المرض اللي دخله المستشفى اصلا. كل دي حاجات بتخليه اكثر عرضه من غيره ان يجيله هذه الجلطات، فممكن يبقى داخل بمشكله ويطلع بمشكله اكبر لو حصل معاه موضوع الجلطات الوريديه ده. هي المبادره مش بس علشان نعمل ادله عمل وادله ارشاديه، لا، ده هي المبادره احنا بنطلقها بالتعاون مع الجمعيه المصريه للجراحين والجمعيات الطبيه المصريه المعنيه الاخرى، علشان يبقى عندنا ادله عمل متفق عليها، عندنا ادوات للتقييم المرضى والاكتشاف المبكر والتقييم الحالات لما تظهر وعلاجها، وكمان يبقى عندنا حملات توعيه للعاملين وللمرضى وتعريف، يعني توعيه وتعريف بمخاطر الجلطات الوارديه والوقايه منها، وكمان يبقى عندنا
آليات قياس عشان نقدر نعرف حجم المشكلة بالظبط في كل مستشفى، في كل منطقة في مصر، ندرس الموضوع في مصر بشكل كبير علشان نقدر نتحكم فيه ونقلل مخاطر هذا الموضوع. الكلام كمان اننا بنعمل تطبيق الكتروني، التطبيق الالكتروني ده هيستخدمه العاملين في المجال الصحي في المشاركين معنا في هذه المبادره. طبعا المبادره دي احنا هي يعني جزء، او احنا في نفس سياق الدوله والتحول الكبير اللي بيحصل فيها في القطاع الصحي، اللي هو جزء من استراتيجيه التنميه المستدامه مصر 2030، محور الصحه اللي من ضمنه النهوض بصحه المواطن، واللي من ضمنه تحقيق التغطيه الصحيه الشامله، واللي من ضمنه حوكمه القطاع الصحي. اللي حضراتكم عارفين المبادرات الرئاسيه اللي اطلقت اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين صحه المواطنين في مصر، والمشروع الكبير مشروع التامين الصحي الشامل. احنا بنطلق هذه المبادره في الهيئه استكمالا، او يعني بنكمل وبنبني على المبادرات الموجوده بالفعل أكيد. وعلشان نضمن ان الاداء الصحي في مشروع التامين الصحي الشامل يكون امن وفعال طبيا. ودي مبادره ليها مبادرات اخرى، وسبقتها عملنا على التصميم الامن للمستشفيات تكليف من مجلس الوزراء، ان المنشات الصحيه سواء مستشفيات او وحدات او غيره تكون مصممه من البدايه صح وفقا لافضل المعايير العالميه. بالتأكيد. والمعايير العالمية. طيب دكتور اسلام، لو من خلال المبادره كده وحضرتك معانا على الهواء مباشره، ايه النصايح اللي تديها للساده المشاهدين عشان يكون في درجه من الوعي للوقايه من حدوث الجلطات الوريدية، وامتى يعني يتوجه للمستشفى يكون عنده شك؟ تمام. الناس الاكثر خطورة او اكثر عرضة للجلطات الوريدية هم الناس اللي عندهم مشكلة في الحركة، يعني لو حد قليل الحركة، يعني حد قاعد في السرير ما بيتحركش، قاعد على كرسي متحرك. صحيح. دول بعض المرضى يعني السمنه، فنقلل الوزن، واللي عنده سمنه يعرف ان هو عنده خطوره اعلى، السن الكبير بيبقى عنده خطوره اعلى من غيره، الناس اللي بياخدوا هرمونات خصوصا هرمونات اللي خاصه بامراض النساء والتوليد، او الهرمونات اللي يعني الناس اللي بياخدوا هرمونات، من الستات اللي بتاخد هرمونات من طبيب امراض نساء، يعني الستات مثلا بتاخد اقراص منع الحمل او الحاجات دي، ممكن بالظبط. تمام. الناس اللي عندهم توالي في الاورده بتاعت الساقين، الناس اللي بيعملوا عمليات او بيحصل لهم كسور في الطرفين السفليين اللي هو الرجلين، يعني سواء عاملين عمليات في الفخذ، في مفصل الفخذ او مفصل الركبه، السيدات الحوامل، الناس اللي عندهم فشل في عضلة القلب أو قوة عضلة القلب، في عندهم ضعف في عضلة القلب، الناس اللي بتعمل جراحات كبرى، مرضى الأورام، مرضى الأورام بيبقى عندهم خطورة عالية إن يحصل لهم ده. طبعا المريض في البيت هيكون المفروض يكون بيتحرك، اللي يقدر يتحرك بشكل منتظم، يشرب سوائل كتير، يشرب ميه كتير، ياخد الادويه اللي تمنع له التجلطات فقط باستشارة الطبيب، لان في ناس كتير سمعوا عن مخاطر الجلطات الورديه في فتره الكورونا فبداوا ياخدوا هم الادويه دي من نفسهم. في ناس خدت ماريفان وكليكسان منها لنفسها. ده غلط كبير جدا. غلط كبير جدا. طيب دكتور اسلام، يعني دكتور اسلام بعد اذن حضرتك، بس خلينا نعرف منك ايه الاعراض اللي لو اي شخص حس بيها يتوجه لاقرب مستشفى او اقرب طبيب، وايه هل في اسعافات اوليه ممكن تتعمل قبل الوصول لمستشفى او لطبيب، او ايه اللي ممكن يحصل؟ هو المريض بيحس بالاعراض البسيطه الاوليه، مشكله كبيره، يعني انه بيحس بالم في رجليه، وبيحس ان رجليه ممكن تكون ورمت شويه من عند الجزء اللي هو بين الركبه والكاحل، رجليه بتكون ورمت شويه وبتوجعه، بتبقى رجليه
فيها نوع من يعني فقد جزء من مرونات من مرونه، ما بقتش يعني بقت مذنبه شويه، بقت ناشفه شويه. دي الاعراض الاوليه. لو حد حس حاجه زي، مش كل واحد حس حاجات دي معناه ان عنده جلطات وريديه، ممكن يكون عنده حاجات ثانيه، بس اللي عنده حاجه زي كده بيتحرك بالراحه بحرص كده ويروح يطلب خدمه طبيه، يشوف رعايه طبيه المناسبه علشان حد يشخص حالته. طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه، بنشكرك يا فندم، نورتنا في صباح الخير يا مصر.